من منا لم يتساءل يوما عن مراحل انتقال التلفاز من حلقات تشارلي شابلن الصامتة باللونين الأبيض والأسود إلى تقنيات 4K ذات الأحجام الكبيرة التي تسمح لنا بمشاهدة الخيوط الموجودة في ملابس الممثلين بدقة إلى جانب ملايين الألوان؟ لنعود بالزمن إلى الوراء ونلقي نظرة على تاريخ التلفاز ومراحل تطوره. حتى هذه اللحظة لم يعرف اسم لشخص بعينه يمكن أن نطلق عليه اسم مخترع التلفاز، فقد عمل على هذا الجهاز والتقنيات التي استخدمت به الكثير الكثير من العلماء على مر التاريخ. كانت توجد العديد من المحاولات لصنع التلفاز بعدما قام قسطنطين بيرسكي بتقديم ورقته البحثية التي احتوت لأول مرة على كلمة تلفزيون في عام 1900، وذلك في المؤتمر الدولي للكهرباء بباريس في عام 1929، هو العام الذي تم فيه صنع أول تلفاز يعمل بالكهرباء على عكس كل الوسائل الأخرى التي استمرت المحاولات قائمة بها منذ عام 1884 وحتى هذا اليوم. وكان ذلك على اليد العالم فيلو فارنسورث. ذلك بعام واحد تم عمل أول بث تلفزيوني تجريبي أمام الجمهور في مدينة نيويورك. لغرابة الفكرة والموقف في ذلك الوقت، كان البعض يظن أن هناك أناس يعيشون خلف هذه القطعة الزجاجية، أو أن ما يحدث هو سحر، وأن ما يرونه ضرباً من الخيال. عام 1939 تم إطلاق أول جهاز تحكم عن بعد يعمل بالبطارية ويستخدم موجات الراديو ليتم التحكم من خلاله في التلفاز. بعد ذلك بدأ التلفاز بالانتشار في كامل الولايات المتحدة، إلى أن انتشاره كان محدوداً حتى انتهت الحرب العالمية الثانية، ليبدأ حينها دخوله في مرحلة التحول إلى سلعة استهلاكية. وبانتهاء خمسينيات القرن الماضي، أصبحت نسبة المنازل التي تحتوي على جهاز التلفاز بداخلها في الولايات المتحدة الأمريكية 90%. استمر التلفاز في تطوره الطفيف في تلك الفترة، وذلك من خلال إضافة المزيد من التغييرات في تصميمه وحجمه وحجم شاشته، حتى جاء عام 1965 عندما بدأ البث الملون لأول مرة. نعم، لقد ظل العالم يشاهد اللونين الأبيض والأسود فقط طوال أكثر من 30 عاماً، واستمر أمر التلفاز الملون على نطاق ضيق حتى تم الإعلان عن أكثر من نصف البرامج والعروض سيبدأ عرضها بالألوان في خريف عام 1965، فيما كان عام 1967 هو العام الذي شهد إطلاق أول تلفاز ملون في الاتحاد السوفيتي. بعد ذلك استمر تطور التلفاز وإضافة المزيد والمزيد إليه، مثل جهاز الفيديو والذي يمكن مستخدمه من تشغيل وعرض الحلقات في وقت لاحق، وقد كان هذا في عام 1967. واستمر الانتشار والتطور ليصبح التلفاز بشكله الذي رأيناه عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عبارة عن جهاز ضخم نسبيا مقارنة بما هو عليه الآن. يمكن التحكم فيه بواسطة جهاز التحكم عن بعد، ويستقبل الإشارة بواسطة الهوائي. وظهر التلفاز عالي الجودة لأول مرة في منتصف التسعينيات، وأطلقت شاشات بلازما التي أحدثت نقلة نوعية في حجم وشكل شاشات التلفاز، وذلك عندما قامت فوجيتسو بإطلاق أول تلفاز بشاشة عرض بلازما عام 1992 بشاشة بقياس 21 بوصة، ولقى ذلك قبولاً عالياً من الجماهير حتى توقف إنتاجها عام 2014. بعد ذلك بدأ إطلاق شاشات LCD المسطحة، والتي كانت بذرة عصر التطور الحقيقي للتلفاز، وذلك عام 2004 حتى بدأ انتشارها في الأسواق بل واحتلالها لها عام 2006. وقد تميزت هذه الشاشات بكبر حجمها وصغر المساحة التي تستهلكها، مع إمكانية تكبير الشاشة، لأنه في عام 2006 قامت LG بإطلاق أول شاشة تلفاز LCD بقياس 100 بوصة. بعدها ظهرت على الساحة الشاشات الأقل سمكاً، وهي شاشات LED، واستمرت
تقنياته في التطور بعدها لتظهر الشاشات ثلاثية الأبعاد عام 2010، ولكنها على عكس ما كان متوقع لم تلاقي قبولا من المستخدمين ولا حتى الشركات المنتجة للمحتوى، ولذلك توقف تصنيعها تدريجيا عام 2014 حتى اندثرت في عام 2017. مع كل عام كانت تزداد دقة شاشات التلفاز، فقد كانت البداية من الشاشات بدقة SD بيكسل، وبعد ذلك انتقلت إلى HD انتقالا إلى Full HD، وبعدها دقة 2K، وفي عام 2013 أطلق أول تلفاز في العالم بدقة 4K أو Ultra HD. مع أن المحتوى المتاح بجودة 4K ما زال قليلاً، إلا أن الشركات المصنعة بدأت تستعد لإطلاق الجيل الجديد من الشاشات بجودة 8K، وظهرت بالفعل أول هذه الشاشات في معرض CES 2018. هل تذكرون ما هو أول تلفاز شاهدتموه؟ كم كان حجمه؟ وكيف كانت ألوانه؟